السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد كما ديما. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في السجن ديالنا الاخوان. المهم اخوتي كما قريتو في عنوان هذا الفيديو، ان شاء الله الاخوان يشريو شي انتيوات الخنيسين الذكير هذا، ولكن الاخوان راهم بعاد الذكر هذا، الذكر زرق هذا الاخوان راه غادي نبيعوه عاد باش نشري انتيوا الاخوان. هو غادي نبيع هذا ان شاء الله الاخوان، واحد خانة لي باش كنت حطيت الاخوان فيديو ديال الحمام اللي عاملو منبع الاخوان. هذا الاخوان واحد خانة دخل باغي يشريه، ان شاء الله نبيعوه له ونطلع الاخوان نشري شي نتيوان هذا الدكير هذا، حيت الاخوان الدكر رجع هايج راه خصو يتزاوج الاخوان. الدكر هذا لا باقي عاقلين عليه، اي نتيوان الاخوان كنحطها له راه كيسلخ كيبقى يضرب. دابا الاخوان كندخلو شي نتيوان مبقاش كيضرب، كيبقى يقرقر فهمتو كيهيج. انا نشدو هاد النتيوة هادي الاخوان هاهي، وشوف هانتو مكيضرباش مار اش كيعمل لها الاخوان، ولا هايج بزاف الاخوان كما كتشوفو. السجن راه نقيتها الاخوان اليوم، عدي التصوار ونقول لكم الاخبار اللي كاينين الاخوان. ديك فريخ الاخوان بياض اللي شفتو في الفيديو اللي فات راه ما رجعش الاخوان، هذا راه خاه راه جا من هاد البلاصه، انا رديتو من هاد البلاصه هادي. وديك الكحل الاخوان اللي هذا الاخوان اللي كان كيكون هنايا راه مثلو هاد الصندوق هيدا باش يبقى يريح فيه هنا فهمتو، حتى تزويجه كحلها الاخوان راه خصها تحط البيطات وما شبرت فين تحطهم عليها، خليت لها سدي هاد البلاصه انا تفريخ، حيت تفريخ هو وخا هاديك بياض اللي هرب كانوا في هاد البلاصه هادي فهمتو. وهذا راه ديتو من هنا، وهذاك الاخوان اذكر كحال الاخوان اللي كان هنايا صافي، فتحت له هذه هنا الجهه هذه وخليته هنا فهمتو كيفاش. هاد الزويجه بيضاء راه باقينا الاخوان ما مفاهمين مع بعضهم كما كنقول لكم الفيديو اللي فات واللي قبل اللي فات، باقي مفاهمين مع بعضهم ما كيضربوش، ولكن كنلقاهم في السطح صافي كل واحد كيشبر جهه. وخبر الاخوان الثاني ولا الثالث، هادو راه حطوا جوج بيضات الاخوان، راه عندهم جوج بيضات بلاتي نشوف واش نقدر نصورهم ولا لا. راه بانت وحده، المهم الاخوان شفتوهم راه نتيو ديالهم. وهادو الاخوان تاهما حطوا جوج بيضات وعاملهم د بلاستيك، ان شاء الله فيديو الفيديو اللي مجا الاخوان غادي تعرفوها الاخوان، تعرفوها الاخوان دابا هما عاملهم بيضات د بلاستيك، ولكن غندبر واحد بيضات الاخوان الفيديو الجاي، واحد بيطات ديال الكاطيط انا الاخوان ونعطيهم لهم الاخوان ان شاء الله. الفيديو اللي ما جاش استناوه الاخوان يكون واعر، غنتولعوا فواحد السجنة من غير هذا الاخوان ان شاء الله، غيكون فيديو واعر. كما الاخوان عارفين هاد النتيوة ديال النفخ اللي عندي هنا الاخوان راه ما عندي لا باباها لا يماها، واحد خانها الاخوان راه عطاني بيطات ديال الكاطيط، عطاني جوج بيطات وجبتو من هاد الزويجة هادو الاخوان حطيتهم لهم، وحده فقست وحده ما فقستش، وهي هادي الاخوان فهمت. دابا ان شاء الله غادي نعاودو هاد اللعيبه ديال الاخوان، عيطيني هاد المره عاوتاني جوج بيطات ونديهم لهادو، هادو حطو بيطات ثانيه البارح ان شاء الله غدا ولا اليوم غنجيب ديك البيطات، ولقيتوما تشوفوها في الفيديو اللي ما جي فهمت. هاد الفيديو هذا الاخوان عاد دابا انا كنصورو راه باقي يلاه هذيك العشيه ديك الجوج بحال هكاك، راه باقي عاد غادي نطلع الاخوان نبيع واحد خانه نتلاقى معاه نبيع له ديك الدكار الزرقاء الاخوان هذا، فهمت معاه اليوم نبيعو له الاخوان ان شاء الله. وغادي نطلع الاخوان دبر نتيوان هاد الخنيسي وانتوما تشوفوها في هاد الفيديو يعني دابا. المهم الاخوان انا يلاه جيت الاخوان راه بعت داك الدكار وشريت هاد النتيوة الاخوان تبارك الله. هيا قولوا لي كيف جاتكم الاخوان، راه باقا ما دخلت حتى شي السجن الاخوان والله العظيم. هيا يلاه جبت دابا صورت الحمام راه فيهم الجوع الاخوان نهار كامل وانا غابر عليهم. النتيوة راه كانت مكارفسة شوية الاخوان كما كتشوفوا هنايا الاخوان، عند ديك السفوريه يعني كانت مكارفسه، نتهلاو فيها الاخوان بعدا اللي هو تاكل ما كيديهم غير الزرعه الاخوان تمايا. المهم ندخلو نديو الحمام كامل ياكل ونلاقيوها مع ديك الدكار راه هو الاخوان. هي بعدا خلينا باش تدخل السجنه. كيفاش كتعمل بحال البويه شوف. هي الاخوان والله الا اول مره تدخل تبارك الله، الحميمات راه هما تبارك الله راه غابر عليهم انا دابا فيهم الجوع
دخلوا عند الطكير هيدا ان الله صغير يتزوج معاه. ما بغاتش هيدا دابا نشد عليهم هيدا، راه متذكر الاخوان باغي يتزوج، راه ما كيضربش، راه كان كيضرب النساوي دابا راه باغي يتزوج عليها هيدا، كيبقى يهج عليها هيدا. المهم راه غادي نشد عليهم، راه نهار غادي يتزوجوا بالزربات. المهم الاخوان نديهم يقاسيو ونرجع عندكم. المهم الاخوان انا راه عطيتهم دابا كاملين، ها انتم كما كتشوفوا. نسيت هاد الزويجه دابا نعطيهم من داخل. هادو الاخوان تبارك الله، هما بقيت الكارطون طايح هنايا، الكارطون الفوقي كيكون في ديك الصندوقه فوقاني بلاتي نهزو الكارطون اصاحبي. المهم الاخوان كما كنقول لكم، اللي باغي يشري شي حاجه يدخل واحد الفيديو، انا نخلي لكم الصوره ديالو هنايا، دخلوا لي له الاخوان تعرفوا التفاصيل ديال الحمام اللي كنباع، فهمت؟ حيت الحمام ماشي كاملين نبع، دابا كانوا في كوستالاق خمسة وتباع واحد الإخوان، وباقي كوستالاق خمسة واحد تباع الإخوان وواحد هرب كيف ما شفتوا في الفيديوهات اللي فاتوا، ديك الدكار البيضاء الإخوان هربنا، باقي ثلاثة نبع، باقي ثلاثة نبع الإخوان، باقي هذا الدكار هذا، هذا الإخوان اللي كان كيكون لهن كيف ما قلت لكم اللي رجعت هادي هي بلاصتو، وباقي هذا الطير هذا الإخوان اللي كتكون هادي هي بلاصتو. اللي بغى يعرف اليوم تفاصيل تكون في الفيديو اللي هدرت فيه على البيع، راه غادي يعرف كلشي عليهم، شمن شهر خالقين وكلشي. وهذا الاخوان تا هو نبع، هذا باقي ثلاثة الكورة الاخوان كحل، اللي بغى يشري مرحبا، هذا ما نعرف الشك، ولكن غالبا ذكر، هذا ما عرفتش واش نانسا ولا ذكر، ولكن 90% ذكر، حيت إلا كنت عارفو لانسا الاخوان ما نشريش إلا نسى هذا الذكير، هذا نخليها تتكبر ونلاقيها مع هذا الذكر، صافي هذا شرينا له لانسا تبارك الله هي. راه مزيونة فيها اللون واعر الاخوان، الله تبغي يتزوج معاها هيدا بسهولة بلا ما نبقاو نحمقو راسنا معاهم. بغات شي كما قلت لكم في الشليط غادي نتزوجو مع الاخوان، الفيديو اللي جاي ان شاء الله تبرهم جوش. هاد الفروخة بداو باغيين يخرجو من مطعم، راه عامل لهم هاد اللوحة باش ما يطيحوش، حيت إلا مشاو هاودو الاخوان راه ياكلو الضاقة يموتو. شوف الاخوان كزقرقر، شوف زقرقر وكضرب، عندي كيكون زدق دكر، عندي غير زدق دكر الاخوان. كنت ديت دكر وخليت لانتا تمايا. انت هي كضرب كنت كره الاخوان، الله يحفظهم، خصني شي التمر هادي، اصلا ما عندي ما نبلع هاد الكره انايا، اصلا عندي هاد الكره مشيرين الاخوان هنا، عندي كيس داك الكره، هاد الكار الاول بوحدو، هاد الكار الثاني بوحدو، هاد الكار الثالث بوحدو، هذا ما نعرف واش الكار ولا ننسى، هذا غالبا الكار. هذا الاخوان بداك تدخل يشد، حيت دابا الاخوان هذا هاتو ما يشوفو معايا، انا نشد له واحد لانتا نخشيها له وشوفو واش غيعمل، هاهي انتي هو هادي، هاهي ضربها شي مال، هاهي قرقر عليها ويهج عليها، ما كيضربها ما والو، ممكن نخشي له هادي كيبقى يضرب فيها كيفاش المنظر دابا. المهم الاخوان حنا غنكتشفو دابا شي حاجه، ها هو الاخوان راه خرجتو على برا، ديك الصندوق راه قلبته، دابا نشدو غنخشيه تمايا، غنخشيه تما ولا نخشيه تما ما عرفتش تا واش تكر ولا ننسى. موراها الاخوان غنجيب واحد لانسا ونخشيها له ونشوف شنو يعمل معاها. غندخل دابا نجيب شي لانتا الاخوان، غنحطها له تما ونشوفو شنو غادي يعمل معاه، دا بقى يقرقر تما ويهيج، راه صافي، انت
تما اكبر تزريبه هي هذه. نشدوا له شي لانتا الاخوان. هي قهويه لانت الاخوان غالبا لانت دابا باش غنعملوا الاخوان نجيبوا شي دكار ندخلوه هنا عاد غادي ندخلوا هاد النتيوا هادي ان شاء الله ونشوف. المهم الاخوان نتوما كتستافدوا معنا في الفيديو ونطلقونا هاد النتيوا الطير خرجين. هيا نطلقنا فات هادي هنايا نطلقو لا تاهي. انا غير الاخوان تستكشفوا نوريكم الاخوان كيفاش تكتشفوا واش تكار ولا لا انت. وفي نفس الوقت هاد الفيديو غادي نجوجوهم يعني تكتشفوا معنا الاخوان اللي باقي ما عارفش يعني مقدرين مع اللي باقي ما عارفينش. اما تبارك الله راه اغلبيه انا فاهمين احسن مني الاخوان. المهم الناس اللي ما فاهمهاش انا كنوريكم الطريقه كيفاش تعرفوا تكار ولا انت. طريقه سهله. دابا نشبروا هاد الكيره هذا نخشيوه هو الاول فهمتوا عاد خشيو لانت. ها هو الاخوان دابا نشبرو هاد النتيوا نخشيوها له تما ونشوفو شنو يعمل. هادي بلاصة ما ديال حتى شي واحد فيهم فهمتو. قبيلة كانت كيضربا حتى اش واقيلا بلاصتو فهمتو الاخوان. هو كيكركر عليها هانتوما الاخوان راه هادي لانتا دابا وخا كضارب شويه هيدا ضروري ما ضربتها هي دابا دابا هو اللي كيضربها فهمتو. صاب ما يطرطق لا شي راسه ما عندي لا شبك لا والو اللي نفارقهم زعما. هو راه هاهي جا الاخوان ما عرفتش علاش كيضرب هيدا. هو راه هاهي شوي داك الكيصاح شوف 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 الفرعة باش نعملهم شي شبك هادو اخوتي. المهم الاخوان كنبقاو كيف ما قلت لكم نعمل لهم شي شباك نرجع لعندكم. المهم الاخوان راه حيدتهم داك الصندوق اخوتي حيتاش ما عنديش شي شباك لي نفارقهم ودخلتهم لهنايا وشديت عليها الاخوان فهاد الصندوق هادي هو هاديك هي بلاصتو فهمتو كيفاش. راه دابا اذا راه يقدروا يتفاهموا مع الوقت كون كان عندي الشباك الاخوان راه نجاوجهم في النهار الاول نشد عليهم في صندوقه ونفرقهم بالشباك فشلت يتزوجوا فهمتوا. ودابا ما عنديش الشباك خليهم يدا الاخوان على خاطرهم ان شاء الله الفيديو الجاي عادي يتزوجوا الاخوان. هادشي اللي عطى الله راه اليوم طاحت الشتا الاخوان راه دابا ماشي ديريكت دخلتهم صورت الاخوان راه دابا علينا المغرب راه ملي دخلتهم من هنا هوت بحالي دابا عاد طلعت فهمتوا الاخوان كيفاش. راه من قبيلا دابا راه شي جوج ساعات ولا كثر غادي نطبقو ولا نشوفوهم شنو غادي يعملو. تخمو طاكين هاهي الاخوان
شو هاد الكار هذا ديما مخسر علينا. صافي انا سديت عليه ما عندهم من يدوز دابا. انت تقلب ديك الماء صاحبي. الله ما يضربوا شي بزاف. لا ما كانش غير كيضربها بزاف الاخوان سد عليهم واخا واخا يكون كيضربها شويه هانيه. هو دابا ممكن يكون كيضربها يكون يحفر الله راس. ها والو الاخوان فيديو جاي ان شاء الله عاد غادي نزوجو. هادشي اللي عطا الله اخوتي. المهم الاخوان نطلقوا هاد الزويجه هادي ان شاء الله دابا ونتولعوا فيها. ها انتم اخوتي راه طلقنا هاد الزويجه بيضاء وخرجوا لي معاهم حتى ديك الزويجه قهويه خرجت نتيوا وذكر خليته يخرج. راهما فين كيطروا شحال ما طلقت لهم الاخوان هاد الايام شتا. نطلقوا لهم الاخوان في السطح واخا انا عارفهم ما عادش يتفاهموا لكن نطلق لهم جوج بيهم. انا سير خرج هاهما خوتي. شبالكم الاخوان خيل الشكوت تخلي لي الضبابه هنا. اللوين فيها مزيون ولكن المشكل ديالها والو ما باغاش يتزاوج. هاهما يضربوا دابا عرفتهم غنبقاو شي كيتحاملوا مرة. هادوما الخوت اللي كانوا فاهمين مع بعضياتهم كانوا فاهمين واحد الدرجة ميمكنش. دابا كيضرب يماه كيضرب خاه اللي جا قدامو كيضرب حتى دبرنا لهم مرة حتى هي بدا يضرب غير شا سمعنا معاه دابا هاد. هاديك تكرا الإخوة مشى عندها شتو يجيو مزاولين مع بعضياتهم. هاداك مع ديك الدكار عندو قهوة الإخوان في الكركورة وهي قهوية الله إلا يجيو واعرين مع بعضهم. غادي نتيوا بيضاء الإخوان تجيو واعرة عاوتاني مع هدا بيض وكحل هيدا عندو ديك شوية دمقاطي كحل. غنزيدو نطلقو الإخوان شي نطلقو شي حميمات شحال ما تلاقت لهم الإخوان الأيام شتا. لا خرجو صاب ما يدعنا شي فريخ عاود هدا راه الأخ ديال ديك اللي دعنا ديك المرة. فين مشي قبل يطلع مراد الدار هذا لي مولان. هاي داك ود بحالك اصلا ودعت خارج بالنسبه لي الاخوان هاد النتيوا فيها بيضه بحال والو يكونوا فيها بيضه اخوتي. كما قلت لكم راه جبتها مع كانت مع الدكار ديال الدكار هو نفس اللون ديالها الاخوان كان واعر. كون كانوا عندي فلوس زايدين كون شريتو اخوتي تا هو نفس اللون ديال هذا. مأكد من نتيوا هذاك الدكار فواخ ما كسبالوش نتيوا كيمشي عنده. الله على ديك الدكار زرق خلا بلاصتو الاخوان بالنسبة لي كتجمع في الكالسيوم هنايا كتجمع في الكالسيوم وعادي قبيله وقفت واحد الوقفه الزنيطه ديالها هايدا مقروطه الاخوان. خليوها تجمع على خاطره ملي داخل من بلاصتها الاخوان نملا شي طاجين تما مزيان تعطينا بيضات راه يخرجوا كل خاص عاتيك نفس اللون ديالها حيت كما قلت لكم الكار اللي كان معاها الاخوان نفس اللون ديالها. المهم الاخوان الفيديو اللي مجي ان شاء الله غادي نشوفو واش غادي تحطنا بيضات ولا لا. اذا ما حطاتهمش الاخوان ان شاء الله غادي نزوجوها مع ماشي فيديو اللي مجي فيديو اللي مورا اللي مجي. كما قلت لكم فيديو اللي مجي ان شاء الله يكون واعر انا عاد واحد توليعه في واحد السجنه من غير هذه الاخوان. وفيديو اللي مورا ان شاء الله اخوتي غادي نشوفوها واش غادي تحطنا بيضات ولا غادي تبغي تزوجنا مع داك الكربيط. المهم
ان شاء الله وحده ما تجوش حاجه. ساديسكم في الفيديو اللي مورا اللي ما جا الاخوان. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو الاخوان، ما تنساوش يا اخوتي تشتركوا معنا في القناه وتخليو معكم شي لايك اذا عجبكم الفيديو. والسلام عليكم.